السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سأعطيكم رزنامة دخول الدفعات، فبالتالي هذه السنة ستدرسون بنظام الدفعات والتعليم عن بعد، والدخول الرسمي سيكون 3 أكتوبر. فبالتالي الدفعة الأولى ابتداء من 3 أكتوبر، لأن كل جامعة عندها الحق في كيفية وضع نظام التفويج. معناه هو أنه مثلا جامعة قسنطينة أنها تبدأ بالسنة الأولى، جامعة مثلا الصيف أنها ما تبدأش بالسنة الأولى، تبدأ بالسنة الثالثة، لأن العام الماضي جامعة الصيف وبعض الجامعات هو أنهم بدأوا بالسنة الأولى والسنة الثانية. هذه السنة كل جامعة وأنه تضع لكم الرزنامة الخاصة بها، اتفقنا؟ يعني نظام التفويج 4 سبتمبر بإذن الله راحين يمدوا لكم يعني نظام التفويج، يعني شكون اللي راحين يبدأوا بهم. فبالتالي الدفعة الأولى ستكون من 3 أكتوبر إلى غاية 30 أكتوبر، أنه 30 أكتوبر تدخل الدفعة الثانية. الدفعة الثانية ابتداء من 30 أكتوبر، الدفعة الثالثة ابتداء من 27 نوفمبر. بعدها انتم انكم تديوا العطلة في جانفي، انه كاين عطلة الشتاء في جانفي، هو انه بعد العطلة راحين نديروا لي كونترول. اتمنى انكم فهمتوا وبالتوفيق.